السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا حبيباتي الغاليات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ أموركم بخير وعلى خير؟ الميمات اللي كيشاهدوا قناتي، الخوت والخواتات والأصدقاء ديالي والمتابعين العزاز الأوفياء، كي دايرين مع الصحة؟ لاباس عليكم؟ أموركم بخير وعلى خير؟ كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم نتوما في احسن الاحوال وفي احسن الظروف وفي صحه جيده ان شاء الله. كي دايرين مع الوقت؟ كي دايرين مع هاد الصهد؟ كنتمنى تكونوا بخير. غبرت عليكم ورجعت معكم اليوم بهاد الفلوق خفيف ظريف مدينه كازا. غنشارك معكم واحد الخرجه خفيفه، مشينا مع العائله هكايا جنب البحر وجلسنا شويه حدا الجامع ديال الحسن الثاني مع الوليدات ومع العائله، وقلت غادي نشارك معكم هكايا هاد الميني فلوغ، خصوصا الناس اللي ماشي من مدينه كازا وكيبغيو يتعرفوا على مدينه كازا، فغادي نشارك معكم بعض اللقطات خوتي. وكنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش من لايك، الله يجازيكم بخير والله يجعلها في ميزان الحسنات ديالكم، وفضلا منكم وليس امرا بارطاجيو، وما تنسونيش من التعاليق المحفزه. وكنبغي نشكر الناس اللي عاد انضموا للقناه، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. بالنسبه للناس القدام فانتم الدار داركم، القناه قناتكم ونارها الاشاره ديالكم. كنشكركم بزاف بزاف، كلمه شكر قليله في حقكم. الناس اللي تيسولوا على الغياب ديالي، فكنت عيانه واحد شويه ومع التماره ديال العيد وخديت واحد الوقيته اللي نرتاح فيها، وهاني رجعت معاكم ان شاء الله. غنشارك معكم اليوميات ديالي كيف العاده، وغنشارك معكم اي حاجه تندوزها في نهاري، وكنتمنى انكم تقبلوا عليا. وهانتوما معايا الى اخر الفيديو ان شاء الله. ما تنسونيش من البارطاج، وما تنسوش ليا اللايك، الله يجازيكم بخير والله يجعلها في ميزان الحسنات ديالكم. كيف ما كتعرفوا اللايك هي اللي كتخلي الفيديو انه كيتقترح على ناس اخرين. كنشكركم بزاف بزاف على الكلام الطيب اللي كتقولوا في حقي، وعلى حسن المتابعه وعلى الدعم ديالكم المستمر واللي خطيكم عليا. غنخليكم مع التتمه ديال الفيديو، فرجه ممتعه، ونتلاقاكم في فيديو جديد ان شاء الله.